هذا وقد تحولت مدارس في بيروت ومدينة صيدا إلى ملاجئ للنازحين جراء العدوان الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. اضطرت العديد من العائلات لقضاء الليل في سياراتهم أو في الحدائق أو على طول شاطئ البحر. تعذبنا كتير على الطرقان، لا قدرنا وصلنا. في ناس قرايبين من اخواتي واخوات مرتي ناموا على الشوارع، بعدنا لحد هلا مش ملاقيين مأوى، يعني المدارس سكرت. خلينا بيوتنا لأنه إسرائيل عم تضرب المدنيين وبتعتدي عليهم، ما عم تضرب أهداف عسكرية، عم تضرب بس أهداف مدنية فقط. هذا السبب أنه تركنا بيوتنا حفاظاً على أولادنا وعلى أطفالنا.